السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبابي الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أما بعد، أحباب الكرام، ها يتجدد بنا اللقاء، أحبكم في الله. واليوم سوف نتكلم عن موضوع يشتاق إليه المؤمنين والمؤمنات، ويحبه المؤمنون ويشتاقون إليه، ألا وهو جمال الجنة ونعيمها. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وقدر على عباده فيها السعادة والشقاء والفرح والحزن، فلا تكتمل للإنسان لذة ولا تتم له أي سعادة في هذه الحياة الدنيا، فهي دار المتناقضات. والعاقل من يتخذ هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة. وقد أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بقوله حينما أوصى، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. فأخ الكريم، أختي الكريمة، من كانت الآخرة همه رزق الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه وأعطاه نصيبه من الدنيا غير منقوص، اعلموا أن لا راحة في الدنيا إلا بدخول الإنسان الجنة. وحينما سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قالوا له: متى الراحة يا إمام؟ قال: الراحة حينما أضع قدمي في الجنة. هكذا قال الإمام أحمد. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فاعلموا أحباب الكرام أن هذه الدنيا التي نعيش فيها هي متاع ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ومن صبر على شدائد الدنيا ومصائبها وصبر على الهموم والأحزان وصل إلى النعيم المقيم والسعادة الأبدية في جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهي سلعة الله الغالية التي تتطلع إليها عيون المؤمنين. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقد أكثر الصحابة ذكرهم للجنة في مجالسهم أكثر من ذكر الجنة في مجالسهم. ومن أجمل الأقوال في وصف الجنة ودخولها، كان أحد السلف حينما يجلس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرى الجنة والنار كأنها حقيقة. وعندما سئل هذا الرجل في ذلك، أجاب قائلا أنه رآهم بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما رؤيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عندي من رؤيتي لهما بعيني، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما كان يجلس مع الصحابة ويحكي لهم مشاهد الجنة، فكأنهم يرونها رأي العين، وكذلك حينما يحكي لهم النار كأنهم يرونها رأي العين صلى الله عليه وسلم.
وللمؤمن أحباب الكرام جنة يدركها ويدخلها في الدنيا قبل الآخرة، ألا وهي ذكر الله وطاعته. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي ذكر الله وطاعته. فيا لها من حلاوة ويا لها من طاعة حينما تتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى وذكر الله. فاللذة أحبابنا الكرام هي في ركعتين تصليهم بالليل وأنت خاشع وأنت قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، اللذة في قيام الليل، اللذة في الصدقات، اللذة في إرضاء الله سبحانه وتعالى في حقوقه، اللذة في الإحسان إلى الزوجة والأولاد، اللذة في الإحسان إلى الخلق وإلى الناس والعفو عنهم والتسامح عن أخطائهم. فهكذا المؤمن في هذه اللحظات يشعر بمناجاة الله ويشعر بقرب الله منه ويشعر بطاعة الله ويشعر بمحبة الله له، فيدخل جنة الدنيا التي تؤهله بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنة الآخرة. صلى بنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي الكريم أختي الكريمة أنه من جاور أنس الله سبحانه وتعالى وآنس بالله في الدنيا والآخرة كانت حياته سعيدة، وآنس الله سبحانه وتعالى وحشته في الدار الآخرة ونجاه الله سبحانه وتعالى من أهوال يوم القيامة. فمن شروط دخول الجنة الطهر والطيب وعمل الخيرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنات النعيم. أخي الكريم أختي الكريمة، بشرى لأهل الإيمان. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ملك الموت لأرواح المؤمنين الطاهرة قبل الموت، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الملائكة ملك الموت والملائكة الذين يأتون ليقبضون أرواح عباد الله المؤمنين، يقول ملك الموت أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورحمة. صلى بنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك بعد عبور الصراط يمر المؤمنون على الصراط والذي تحته نار جهنم والعياذ بالله، وقد نجوا من الصراط وأهواله، حينئذ يسرعون ويمرون المؤمنون على قنطرة، هذه القنطرة يقتص فيها كل واحد من أخيه بقدر مظلمته، فلا يبقى في قلوبهم ذرة حقد أو غل، ويدخلون الجنة على أكمل وجه، اقتصوا من بعضهم البعض وطهرت قلوبهم ونقاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم وطهر أبدانهم وطهرهم من الذنوب التي كانت في الدنيا والذنوب التي ظلم بعضهم بعضا في هذه الحياة في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى ينقيهم ويغفر لهم ويدخلهم الجنة على أكمل وجه. صلى بنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أحباب الكرام، يمر أهل الجنة على شجرة في أصلها عينان، فإذا شربوا من العين الأولى لم يبق في قلوبهم أذى، يعني في شجرة فيها عينان من الماء العذب والماء الجميل، حينما يشرب المؤمن من العين الأولى يذهب ما في قلبه من أذى والأحقاد التي توجد في القلوب من الغل والحسد والأذى. ثم إذا شرب من عين الثانية فترى عليهم منها نظرة وجمال، فحينما يشرب من العين الثانية الله سبحانه وتعالى يزيدهم حسنا وبهاء وجمالا
فلا يتغيرون بعدها، لأنهم يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات سعداء فيها فرحين، وهم يدخلون الجنة جماعات مستبشرين ببعضهم البعض، كما كانوا أهل الإيمان يجتمعون في حلقات الذكر وحلقات القرآن وحلقات قراءة القرآن وفي أعمال الخير والتعاون على أعمال الخير كما كانوا يفعلون في الدنيا، يأتي عليهم يوم ويتعاونون في الآخرة ويجتمعون في الآخرة ويجتمعون جماعات مستبشرة في الآخرة. فإذا وصلوا باب الجنة لا تفتح لهم إلا بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من يؤذن له بفتح باب الجنة. فحينما يترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيقول خازن الجنة رضوان: من بالباب؟ فإذ يقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة: بك أمرت أن أفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يدق حلق الجنة وأول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المؤمنون ويدخلون الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. بخلاف أبواب النيران والعياذ بالله، هذه الأبواب مفتحة مفتوحة لأنها دار الذل والهوان والعياذ بالله. أخي الكريم، أختي الكريمة، أبواب الجنة ثمانية بيدخل منها الصابرون والصائمون والمجاهدون والمتصدقون، أبواب أعدت للمؤمنين والمؤمنات الذين كانوا يفعلون الخير في هذه الحياة الدنيا. وأعلموا أحبابنا الكرام أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، ويتفاوت أهل الجنة بالحسن والجمال بحسب درجاتهم في الجنة، كما أن قلوب أهل الجنة قلوب نقية، قلوب طيبة، فليس في الجنة ما يعكر صفوهم، لا فيها قدر ولا حزن ولا ألم ولا مرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنات النعيم. كذلك أحبابي، تتعدد النعم وتتوالى النعم وتصب النعم على المؤمنين صبا صبا في الجنة، وتتوالى على أصحاب الجنة دون ملل، دون أن يشعروا بملل، ولا يشعر أهلها بظمأ أو عطش أو جوع لا يظمؤون فيها ولا يجوعون فيها. وقال الطبري: أدنى أهل الجنة درجة أن هناك 10,000 خادم يخدم هذا المؤمن في الجنة، وفي يد كل خادم صحفتان، وفي يد كل خادم صفحتان من ذهب وفضة، إحداهما من الذهب وإحداهما من الفضة، لما لهم من النعيم المقيم. وهؤلاء الخدم يخدمونهم في جنات النعيم التي فيها النعيم كله والراحة كلها. فقد مروا بالعناء في الدنيا والتعب في الدنيا والعمل والجد والاجتهاد في هذه الحياة الدنيا، وأتى عليهم أن يأخذوا نصيبهم وأن يأخذوا جزاءهم، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى الخيرات الكثيرة جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى كريم وعظيم وعنده الخير الكثير،
وتأمل أخي الكريم أختي الكريمة بدخول الجنات وما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات الجنات للمؤمنين والمؤمنات. ويقول المفسرون انظروا إلى بلاغة القرآن الكريم وكلمات الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى حينما يقول جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. فتعلمون أحباب الكرام أن الطول غالبا ما يكون أكبر من العرض، فإذا كان العرض في الجنة المسافة بين السماوات والأرض فما بالك بطولها، فما بالك بطولها. يدل ذلك على فضل الله وعظمته وواسع فضله وعظيم ملكه سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى أعد لعباده المؤمنين المتقين الصابرين الشاكرين المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى المستغفرين بالأسحار المستغفرين بالليل والنهار المتسامحون بين المتسامحون في مظالمهم والذين يسعون بالخيرات بين عباد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنات النعيم وأن يرزقنا مجاورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أحبابي الكرام إن كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان من نقص أو تقصير فمني ومن الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تغفروا لي، غفر الله لي ولكم وأحسن الله إليكم. اللهم لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب همي. اللهم صل وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم فك كروبنا وكروب المسلمين، اللهم أزل همومنا وهموم المسلمين، اللهم يسر حالنا وحال المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح أولادنا واصلح بناتنا واصلح زوجاتنا يا أرحم الراحمين، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل معيشتنا كدا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ارحم الراحمين، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إن أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحم الراحمين، اغفر لنا وسامحنا. اللهم إن أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفسها تقواها، زكاها فأنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، فك كروبنا وكروب المسلمين، أزل همومنا وهموم المسلمين، يسر حالنا وحال المسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين الشاكرين، اللهم اجعلنا منيبين إليك شاكرين إليك راجعين إليك تائبين إليك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم وطابت أوقاتكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.